جينا ووصلناكم يا اهل الرياض، جيناكم بشيء باذن الله يعجبكم. رايحين يا جماعه الخير بعد رحلتنا اللي امس من المدينه الى الرياض، ما جيت عشان شيء، جيت عشان افيدكم واستفيد في نفس الوقت. جيت يا جماعه الخير عندي شيء ابغى اروح له وعندي مزاد ابغى احضره، مثل ما انتم شايفين هذه شناطي. بعد يا جماعه بنروح نشوف وش وضع المزاد. مزاد اليوم؟ لا، ما هو بس اليوم، لا، مزاد بشكل اسبوعي بنروح ونشوف. وخلوكم معي، وصلنا الفجر وريحنا وبنحرك الان. يلا يا جماعه، الان بنسجل خروج تشيك اوت من الفندق اللي استاجرناه. للامانه حظينا في فندق جميل، ما ابغى اقول لكم 5 نجوم بس ممتاز. نظافه وراحه ممتاز يا جماعه الخير. الان بننزل للسياره ونوريكم الماي باخ اللي استاجرناها. يا جماعه استاجرنا ماي باخ، بس لحد يعلم اشوف هذا المفتاح، شوفوا مفتاح ماي باخ، شوفوا كيف مفتاح ماي باخ، ما اكذب معتذرين في الجنب. لكن يلا يلا تعالوا معاي بنروح، حتى موقفه تحت عن الشمس. سلام ورحمه الله، حياك الله يا مرحبا. يلا 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 يلا، تعرفون يا جماعه الماي باخ يبغى له وقت عشان تحتمي وكذا، فبننزل الحين نروح نستلم الماي باخ يا جماعه الخير ونروح للمكان اللي وعدتكم فيه. خليكم تعالوا يا جماعة نشوف المايباخ سوا، المايباخ اللي يبغى له ساعتين عشان تحتمي. لكن يلا هذه المايباخ اللي استاجرناها، ما شاء الله الكريم. طبعا ما عليكم من الفليشر، لنا موضوع بسيط، هذا علامة قطة بتاخذ لك فليشر وانتهينا. والقزاز فاتح بعد، يلا الأمور زينة. وجينا للشيء اللي وعدناكم، وصلنا يا جماعة الشركة السيف المشهور للسيارات. وش عندهم؟ عندهم مزاد أسبوعي يا جماعة الخير مرتين، يوم الجمعة ويوم الاثنين من كل أسبوع. بناخذ جولة على السيارات يا جماعة الخير الموجودة، وبعدها بعطيكم وش شروط المزاد، وش الأشياء اللي يعني يكون لك ضمان فيها، وش الأشياء اللي تقدر ترد الموتر من عندهم وما تستلمه. تاخذ تفاصيل اكثر واكثر، تعال معي. بندخل يا جماعه الخير الان لمجموعه السيارات، بناخذها صفه بصفه وبنشوف عندهم المنوع الصغير والكبير والوسط، اشكال والوان وموديلات حديثه يا جماعه. لو اخذنا نظره عامه يا جماعه على السيارات الموجوده هنا، ما يمدينا ندخل طبعا من هنا لان حجمي وزني زايد، فلازم نطلع من الجهه الثانيه. تعال معي. فشوفت عينكم معلومات السيارة، طبعا أغلبها تكون مكتوبة. وإذا عينك جات على موتر من المواتر ذي، لك أحقية فحص، مسموح لك الفحص في أي وقت قبل يبدأ المزاد. المزاد قلنا اثنين وجمعة، قبل المزاد بيوم يومين ثلاثة تعال افحص وجرب وشوف خبير فحص، تعال قلب الموتر ومكانه شوف وشغل مثل ما تبي، افحص قبل تزاود عليه. هذه من الشروط الحلوة ومن الأشياء الحلوة اللي تميزوا فيها شركة السيف المشهور. هذه السيارات الصغيرة يا جماعة، طبعا سيارات منوعة، موديلات حديثة وموديلات متوسطة. شوفت عينكم، إن بغيتوا كوامري، إن بغيتوا تورسات، إن بغيتوا لكازز موجودة عندهم. لا تحتار أبد، تعال شوف وتخير وافحص وجرب وقلب، وعينك ما تغشك. يعني مسموح لك أحقية الفحص، تشغل الموتر، تشيك على الماكينة، تشيك على الجير، تشيك على الأشياء كلها. هذه السيارات طبعا ما شاء الله كل أسبوع ينزلون لك دفعة جديدة وسيارات جديدة. هذه تغطية مثل ما انت شايفين على السيارات الصغار الآن، كوامري وأكوردات وكوريلات وسوناتات، موجود عندهم برضو الأودي، الجيوب. ونجي الآن للسيارات الكبيرة، شوفت عينكم متوفر عندهم الإف جي، الجموس الشفر، السوبربان، وبرضو الجيوب الأرباع. ادخل لي مع النص هنا كذا ونرجع. هذه السيارات مثل ما انت شايفين يا جماعة متنوعة، يعني عدد هائل من السيارات ما شاء الله الكريم. ومثل ما قلت لكم يا جماعة، إن كنت خارج المدينة أو خارج الرياض عفوا وخارج المنطقة وعندك أحد عجبك موتر من المواتر ذي، تقدر ترسل له
اي فني فحص يشوف الموتر اللي تبغاه وحطيت عينك عليه يتفرج فيه ويفحصه لك هو بمكانه ويجربه ويشيك على شواصيه ويشيك على اموره كلها. هذه السيارات مثل ما انت شايفين الكبيرة جموس وجيوب، في برضو من ضمنها سيارات فارهة، فما شاء الله الكريم. هذه لفة على السيارات الكبيرة. برضو بننتقل بعد كذا على مجموعة السيارات اللي في الصفة اليمين. شوفت عينكم يا جماعة الخير جذبتني اللوحة ذي، بس آخ لو أنها ثلاث أرقام بس. نجي هنا برضو المجموعة من السيارات، من ضمنها السيارات الصينية وبرضو الأفلون الأزيرة طبعا يا جماعة، الإكسنت الصينية، يعني مجموعة من السيارات الصغار. بناخذ لفة كذا من الداخل عشان نلقطها الجهتين. فشوفت عينكم موفرين لكم السيارات الموجودة. تعنينا وجينا من المدينة يا جماعة لأجل نغطي لكم هالمجموعة الجميلة من السيارات اللي انتم شايفين قدامكم. سيارات منوعة مثل ما ذكرنا، ألوان وأشكال، وطبعا فوق الكلام ذا أسبوعيا تنزل عندهم دفعات جديدة وسيارات جديدة مثل الهوندا هذه، مثل السوناتا، برضو الجيب والشانجان، برضو الهيلوكس يا جماعة نوع ديزل. يا حبيبي يا حبيبي مجموعة كبيرة شوفت عيونكم. والتورس طبعا يا ما شاء الله الكريم. تسلم. هذه السيارات شوفت عينكم. السلام عليكم. وناخذ لفة الآن يا جماعة السيارات اللي خلف الصفة هذه. شوف اللي في الخلف يسار، طبعا شوفت عينكم ما شاء الله الزباين يجربون ويفحصون. اللي جايب له خبير يفحص له، واللي جاي يفحص بنفسه، فما شاء الله الكريم. هذه السيارات بشكل سريع. طبعا يا جماعة دخول المزاد بدون شرط عربون، يعني الدخول مجاني، زاود على الموتر، والموتر اللي يرسى عليك ادفع عربونه وادفع قيمة العربون الخاصة للسيارة اللي انت زاودت عليها. بعد كذا يا حبيبي قلنا شروط الفحص، تعال افحص قبل وجرب وشوف. يشترطون لك ثلاث او اربع اشياء تحت ضمانتهم، ان كان الموتر فيه قص فشاص بشهادة الفحص الدوري ان الموتر هذا تالف يحق لك ترد الموتر، برضو ان كانت السيارة غرقانة او محروقة او عدادها منقص بموجب تقرير موجز يحق لك هنا ترد الموتر وتستلم حقك كامل بجميع الخسائر اللي انت خسرتها. وبكذا هذا المزاد اللي في الرياض، شركة السيف المشهور للسيارات، مزاد اسبوعي من كل يوم جمعة ويوم اثنين. تعالوا شوفوا ومعكم مجال الفحص والمعاينة مفتوح، وزي ما قلنا ونذكر من جديد انه المزاد دخوله مجانا. طبعا يا جماعة الخير تبون نغطي لكم مزادات اكثر واكثر، يا جماعة ادعمونا بالاشتراك، اشتركوا في القناة، اللايك والكومنت الجميل يا جماعة. وابد لا تلومني ولا لومك، تعالوا بعينك وافحص وجرب وقلب، جاز لك الموتر زاود عليه براحتك. بكذا اقدر اقول ان شاء الله ننالت تغطيتنا على المزاد او سيارات المزاد على اعجابكم. كذا خلصنا يا جماعة ونقول وينك يا عفشك والمدينة، لا مو المدينة يا جماعة، تعرفون انت وين الرحلة الجاية والوجهة الجاية. عفشي معي واغراضي معي شويات، بغطي لكم على الاصفر بس وبعدها بنتوكل على الله. اللي ما ضافني على الاصفر يضيفني يا جماعة الخير، لا يفوتكم، حصري بحصري.